Let's get to know her. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. ممكن نتعرف عليكي؟ ايش اسمك؟ ايش عمرك؟ احكي لنا اكثر عن اهلك. انا اسمي لاما احمد ابو تموس، عمري 9 سنوات. انا نزحت من غزة على خان يونس، من خان يونس على رفح. انا حبيت مهنة الصحافة عشان اوصل صوت اطفال فلسطين للعالم. صوت العالم يسمع صوت اطفال فلسطين بالتعذيب، بالاكل، بالشرب، بالتشريد، بكل اشي يسمع صوتهم. رائع رائع يا لاما. لاما، ممكن تحكي لنا ايش في قصة مؤثرة صارت معك خلال الفترة الماضية مع اهلك، مع اصحابك خلال هاي الحرب؟ أنا عندي قصة مؤثرة بسبب استهداف بيت خالتي وولادها وجوزها. خالتي سناء وولادها مالك وسالم وبراء وملك وعمو جبريل استهدفوا بيتهم لما كانوا في بيتهم أمنين، وهم ما كانوا أمنين في بيوتهم واستهدفوا البيت. فهذا كان صدمة كبيرة علينا وكل العائلة تبعتنا، وإحنا زينا زي أطفال العالم، نعيش بحريتنا، ناخذ حريتنا، نعيش زي كل أطفال العالم. وأنا زي كل العالم، أنا بدي أوصل صوتي لكل أطفال فلسطين عشان يسمعوا صوتي. الله يحفظك يا لما. لما، عندك أي رسالة أخيرة بدك توجهيها للعالم؟ إنه توقف الحرب علينا، وإنه تخلص الحرب علينا برضه، وإنه إحنا زينا زي أطفال العالم. هم بيحتفلوا بالمفارقات، بكل إشي، أما هم بيحتفلوا فينا بالقذائف، بالطخ، بالقصف القريب منا والاشتباكات. إحنا عشان هيك بدنا توقف الحرب عشان نحتفل بالسنة الجديدة. عشان هيك راحت السنة الجديدة هلقيتها بيحتفلوا فينا بالقصف، بكل إشي. شكرا لما. لما ابو جاموس، ان شاء الله نشوفك كمان كم من سنة احلى صحفية واكبر صحفية بكل العالم. شكرا لك كثير يا عمو. شكرا لك.